بتواجهها وحضرتك قاعد هنا؟ بتقول ايه؟ المشاكل اللي بتواجهها وحضرتك قاعد هنا. طب ما جيت ايه؟ المشاكل اللي بتواجهها وحضرتك قاعد هنا. المشاكل؟ اه يعني ايه اللي بيضايقك وانت قاعد هنا وانت قاعد في الشارع؟ اللي بيضايقني الرميه ديت وعمال ومن قله العلاج وقله البتاع والنظافه وقله نظافه عمال ده بيوحي الفار العيد اهو داخل اهو العيد قرب اهو وانا ميت في الحياه. 10 كل اللي نفسك فيه قوله كلم. انا بقول عايز ابقى بقى زي بقيه الناس. 10 25 25 كانت اخر حاسه دي كانت بقول لك دي جرار كبير كده شبكه فيه يعني من الكبير بالطويل ده راح جرح خبطني من ورايا يعني يا ريت قدام كنت شفته كنت ركبت على جنبه ده جاي من ورايا ربنا يأذي الموزي ويتقم من الظالم اهو اديني مدفون اهو لو بتاع ميت اهو على الدنيا دي. 10 ب 10 25 ومنظر بقى وحش خالص. 10 ب 10 ولا استحميت ولا لو انا عندي سكن بتاع مش كنت استحميت فيه كنت جبت لي جردل ولا بستله وباجور كاس كده وكنت ولحت دخلت في حد بقى بيجي يدقك يقول لك مثلا قوم من هنا لما بيجوا مثلا ان هم ينظفوا المحطه او كده؟ لا ما عرفوني شافوني عشان رجليا وعشان عيني خد الاول وبعدين بقى شافوني لما حضرتك مشيت من البيت بعد يعني الخلافات مع اخواتك توقعت ان انت ممكن يحصل لك كده؟ ان انا ايه أصلاً؟ يحصل لك كده يعني تتمرمط و ما اعرفش ما اعلمش ان هيحصل كده تاني ما هو حد بيعرف ايه اللي هيجيله؟ انا قلت خلاص اتعورت في بتاع المدارس دي خلاص بقى ما مدرسه بقى جاتلي خطه تاني خبطت تاني هقول يا ربي اني عايز ابقى كويس كده وارجع زي ما هو وارجع زي ما هو ارجع يعني يبقى معايا سكن. 10 ب 10 10 ب 10 10 ب 10